بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. مجلس رؤساء كنائس الأردن يستنكر الخطوات الإسرائيلية الأحادية. اللجنة العالمية السياحية تمنح الأردن علامة السفر الآمن. الدكتورة عبير دبابنة ضيفة برنامج عين على المشرق. وفيها أيضاً الإصغاء إلى صوت الله ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. استنكر مجلس رؤساء كنائس الأردن الخطوات الإسرائيلية الأحادية، وذلك في أعقاب موافقة المحكمة الإسرائيلية الاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في البلدة القديمة بالقدس لمستوطنين متطرفين. وأكد المجلس في بيانه على موقفه الحازم برفض كل قرار يؤسس لمرحلة من الظلم على الأراضي المقدسة، لافتاً إلى أنه ما زال ينظر بعين القلق العميق إلى مخططات وقرارات الاحتلال التي تبتز كافة القوانين والأعراف والأخلاقيات الدولية والعالمية وتضرب بها عرض الحائط. وجدد المجلس نداءه لقوى العالم بالتدخل السريع لإيقاف هذه المخططات وفتح ملف العملية السلمية من جديد، مشدداً في ذات الوقت على الوقوف جنباً إلى جنب مع القيادة الهاشمية الحكيمة التي لم تخذل وعلى مر التاريخ القضية المركزية الأولى للعرب، ولم تساوم يوماً على حقوق مسيحي الأراضي المقدسة ولا على مقدساتهم، بل عملت دوماً على صونها وحمايتها وترميمها أسوة بالمقدسات الإسلامية. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة رقاد السيد العذراء في رميمين بمحافظة البلقاء بمناسبة أحد متى الرابع، بمشاركة قدس الأب سيرافيم السلمان وحضور جمع من المؤمنين من أهالي المنطقة. وقال سيادته في عظة القداس: إننا اليوم ونحن نعبر شوط صوم الرسل علينا مسؤولية الاقتداء بهم لنكون رسل هذا الزمن. وأشار سيادته في الختام إلى أن الكنيسة لا تنفك عن الصلاة لقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في مساعيه الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل سلمي في المنطقة ومنع السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أملاك كنيستنا المقدسة. عمل الرسل في الكنيسة عظيم، هم كرزوا بالبشارة في كل أنحاء العالم، كانوا صيادين بسطة ولكن المسيح اختارهم، حل الروح القدس سكن فيهم وأصبحوا معلمي للمسكونة ومتكلمي باللاهوت. قديش مهم إنه ننقي داخلنا حتى تحل نعمة الروح القدس علينا، وبالتالي نعطي مجال لله أن يعمل من خلال كل واحد فينا. من بلادنا المقدسة حكى يسوع ورفع صوته: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صلاتنا إنهم ما ينسوا هذا الصوت، هذا الصوت يصدع في عقولهم وقلوبهم حتى بلادنا المقدسة ما تروح لأزمات أكثر من الأزمات الموجودة فيها، وبالتالي ما يكون في ضم لأراضي أو خطوات أحادية من قبل السلطات الإسرائيلية المحتلة، ولكن لازم يكون في مخافة الله حتى ربنا يستمر في حماية بلادنا ومقدساتنا. أبنائي، نعمة وبركة المسيح هي تكون معكم، تحميكم وتعطيكم كل نعمة وبركة بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين، أمين. وجه رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رسالة إلى الأساقفة والكهنة تضمنت التعيينات الجديدة داخل بطريركية القدس للاتين، والتي ستكون نافذة اعتباراً من 15 من الشهر القادم. كما وجه سيادته بأن يتم الاستلام والتسليم في الرعاية بطريقة صحيحة حسب النظام الداخلي،
هذا وقد اشتملت التعيينات الجديدة على مناصب رعوية وإدارية في كل من الأردن وفلسطين. تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، فقد أعلنت وزيرة السياحة والأثار مجد شويكي أنه تم منح الأردن علامة السفر الآمن من قبل اللجنة العالمية السياحية، مؤكدة أن ذلك تم نتيجة خلو المستشفيات الأردنية من فيروس كورونا ووجود رغبة لدى العديد من الأشخاص للعلاج في الأردن. وشددت وزيرة السياحة على ضرورة وجود متطلبات عند السفر أو الوصول والانتقال للمستشفى ومن ثم التعافي، وذلك وفق اشتراطات أهمها أن يحملوا جميعهم فحص خلو من فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود 20 مستشفى في المملكة تقوم باستقبال المرضى المسموح لهم فقط بالقدوم من دول الخليج وفلسطين والعراق وليبيا والجزائر والسودان واليمن وقبرص. خلال استضافتها على برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، وبعد أن تحدثت عن مسيرتها الأكاديمية والعملية في مجالات شؤون المرأة وحقوق الإنسان، ثم عن موقعها الجديد كعضو مفوض في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، بينت الدكتورة عبير دبابنة أن صميم عمل الهيئة يتركز على تعزيز الديمقراطية وتفعيل الدستور ومراقبة السلطات الثلاث، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية في المملكة، مشيرة إلى أن الدولة الأردنية تبنت الديمقراطية غير المباشرة منذ نشأتها. يعني يمكن اليوم بعد كورونا بالذات، ويمكن كنا أشرنا في أكثر من لقاءات عبر زوم خلال أزمة كورونا، إنه بالعالم كله مش بس بالأردن توازنات حقوق الإنسان تغيرت نتيجة الظروف التي يعني وتداعيات هذه الأزمة. اليوم تتقدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق المدنية والسياسية الحقيقة، مع عدم إخفاء الحقوق المدنية والسياسية لأنه هذا يعني باكج متكامل، لكن اليوم فرض أولوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نفسها في ليفل 1. ويمكن شهدنا الأيام السابقة امبارح مثلا عمل الحكومة المكثف على موضوع الأولويات، يعني كنت أنا بتابع الإعلام زي أكيد كل المشاركين معنا اليوم، كيف أن الحكومة اليوم تعمل بشكل مكثف، كل الوزارات الآن تضع يعني تراتبية أولوياتها بحسب تداعيات أزمة كورونا، وتدرس الحكومة بحسب تصريحات يعني اللي أنا سمعته زي ما سمعوه الناس كذلك، تدرس إنه شو هالدروس اللي تعلمناها من الأزمة، وين أنجزنا، وين أخطأنا، وين لازم نشتغل أكثر. فهذه كانت تجربة بكل سلبياتها إلا أنها أيضا كانت مليئة بالعبر. الأردن أنا بقول الحقيقة مثال يحتذى، لأنه بالرغم من قلة الموارد لكن بإرادة قيادته وإرادة شعبه تجاوز أزمة عجزت الدول الكبرى الكبرى عن تجاوزها. فلنغلي ونحافظ على هذه الإنجازات ولا نقلل من قيمتها ونكون إيجابيين. وأنا بقول الأردن يعني ما نجحت إلا لأنه الناس بتحب الأردن والناس بتعرف إنه هذا استثمارها الأول، وبالتالي كانت يعني متعاونة وتريد أن تخرج من هذه الأزمة مع حكومتها. وأثبت الأردن أنه قادر على مواجهة الحقيقة مواجهة الصمود أكيد والانتصار. لكن حتى كمان نكون واضحين، هذا لا يعني إنه ما فيش تداعيات سلبية بكل دول العالم. يعني شاهدنا تحديات أمام عمال المياومة، شاهدنا يعني ظهور حالات العنف أكثر، شفنا وهذا يعني استدعى أيضا توقف واضح من الحكومة للتعامل مع هذا الشأن والتقليل من إمكانية تسريح العاملين بقدر الإمكان وأوامر دفاع متعددة. خلينا نحكي بتعرف عن هذا ثانية، لأنه بدي أرجع ل يعني جلالة سيدنا حتى لما أمر بتفعيل قانون الدفاع كان أهم عبارة ربطها بذلك مع مراعاة عدم المساس بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وبأضيق الحدود على أن يرفع عند انتهاء هذه الجائحة. فشوف قديش احنا حريصين، هذه الدولة حريصة على الإنسان
وحقوقه وكرامته وحريته، حتى عندما توضع قوانين استثنائية لظروف استثنائية توضع بشكل ضيق جدا. نعم. وفي حدود بقدر أقول أن النية والهدف الأساسي منها هو تقليل قدر الإمكان الضرر الممكن يلحق بالناس والخروج منهم ومعهم من هذه الضائقة. الإصغاء إلى صوت الله كان مدار اتصال هاتفي للأرشمندريت بولس حداد، مسؤول الدعوات الكهنوتية في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان، مع برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث تحدث قدسه عن أوضاع الدعوات الكهنوتية في الأردن، معرجاً على موضوع الزواج والبتولية في تلك الدعوات، حيث يرى الأرشمندريت حداد أن كل شخص مدعو إلى الخدمة والقداسة، وأن يكون فاعلاً في الحقل الكهنوتي ومتفانياً في تضحياته من أجل مساعدة الآخرين. أكيد هي الدعوات الرهبانية، الراهبات والرهبان مضبوط في تناقص عموماً، يعني الدعوات العالمية في تناقص، ولكن أكيد أطلبوا من رب الحصاد ليرسل عمله لحصاده. بالنهاية عمل ربنا. يمكن عالم المادة اليوم دخل علينا ودخل على الكنيسة ودخل على العالم كله، وصار الناس ملتهيين بكل شيء إلا بصوت ربنا للأسف. وبشوف الواحد يمكن حاله، بنات اللي يمكن اليوم بشوفوا حالهم عم بيشتغلوا وعم بيجيبوا مصاري وسيارة وإلى آخره، هذه مغريات العالم خلينا نحكي تلهي عن صوت، عن سماع صوت الله. في المقابل أكيد الحياة الرهبانية فيها صعوبات يعني للبنات وللرجال، فيها صعوبات، فيها تخلي، فيها طاعة، فيها نوعا ما تخلي عن أشياء كثيرة، عن التملك وعن أشياء كثيرة. يمكن هاي الصعوبات اللي اليوم بيعيشوها نعيشها كمجتمع للأسف في شح، في قلة في هالدعوات هذه، في هاي الإطار. بس أكيد إحنا منصلي من أجل هالدعوات إنه ربنا ينمي صوته في قلوب كتير من هالبنات ومن هالشباب، لا يكتفوا آثار المسيح أولا وآثار كثير من القديسين اللي تركوا وزهدوا بالعالم واللي تبعوا المسيح عن جدارة. ترأس المونسنيور غازي خوري كاهن رعية مار شربل المارونية في الأردن القداس الإلهي في الأحد السادس بعد العنصرة، والذي قدمه على نية شفاء المرضى. وتحدث خوري في عظة القداس عن دعوة الرسل الأولين وتشبيههم بالخراف التي تقدم كل ما لديها للآخر، كما شبه قدسه الرسل بالحمام الذي يطير بالبشارة عاليا ويحتمل المصاعب كافة في خدمة الآخرين. حكى يسوع عن الرسول، وحكى عن التعامل مع الرسول. الرسول بده يكون كالخراف، أي متواضع، أي إنه منساق إلى كل شيء، إلى العطاء، إلى التضحية، إلى البهدلة، منساق. بده يكون حكيم أيضا، عنده حكمة وفطنة، لأنه موضوع لي اليد وأخذ الروح القدس بيكون عنده حكمة غير حكمة هذا العالم. أوقات كتير ما بيفهمون، وهون ما نقدر نميز ما بين أنه حكمة إلهية أو حكمته هو الخاص. وهي كيف بتصير التمييز؟ بصير التمييز إذا كان عنده جماعة معه كمان مثله رسل وماشيين بهدي الله، بيقدروا هن يميزوا معه وبيقدروا هن يحموه من أي فكر بشري ومن أي أنانية بشرية، لأنه مش هينة
تحمل المسؤولية وأخذ القرار والحكم الإلهي في قلب هذا المرسل. كما ترأس الأب رفائيل شفيكيان كاهن الرعية الكاثوليكية الأرمنية في الأردن قداساً إلهياً، وذلك على مذبح كنيسة انتقال العذراء للأرمن الكاثوليك في حي الأشرفية شرق العاصمة عمان. وتساءل قدسه في عدة القداس عن مصدر الشر وكيف أنه في نهاية المطاف سيربح الخير ويتلف الشر، وكان ذلك خلال تأمله بالفصل 13 من إنجيل متى. في إجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا، بدأ الأردن بتطبيق استخدام الإسوارة الإلكترونية في الحج المنزلي بعد خروج الخاضعين للحج الصحي من الأماكن المخصصة لذلك. ويهدف هذا الإجراء للتأكد من فعالية الحج المنزلي الذي تقوم فرق الرصد الوبائي بمتابعته وتنفيذه، ويخضع القادمون للأردن إلى حجر صحي في أماكن مخصصة تشمل فنادق في البحر الميت وعمان وأماكن حجر عام أنشئت خصيصا لتلك الغاية، وتستخدم هذه الإسوارة في ضبط المحجور عليهم للتأكد من التزامهم بالحج المنزلي، وهي مرتبطة بجهات معنية يمكنها تتبع حركة من يرتديها. وفي ذات الجائحة أعلنت أمانة عمان عن تعليق جميع فعاليات مهرجان صيف عمان للعام الحالي 2020، وقالت الأمانة إن سبب تعليق الفعاليات يأتي حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم وتطبيقاً لمبدأ التباعد المكاني والجسدي، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الأردن والعالم أجمع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وفي سياق متصل، تشهد مدن الضفة الغربية هذه الأيام إغلاقاً شاملاً بعد عودة انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد المصابين فيها من هذا الوباء. وأوضحت السلطة الفلسطينية أن الإغلاق شمل كافة مناحي الحياة، ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة، كما أن الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات الوقائية بينها منع إقامة الأعراس والتجمعات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى مشددة للحد من انتشار الفيروس. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طواقمها تقوم بجهود حثيثة في تتبع الخارطة الوبائية في كافة المحافظات الفلسطينية ومتابعة الحالات المصابة داخل الحجر المنزلي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس رؤساء كنائس الأردن يستنكر الخطوات الإسرائيلية الأحادية. اللجنة العالمية السياحية تمنح الأردن علامة السفر الآمن. الإصغاء إلى صوت الله ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.